نذهب وننتقل إلى بثينة من أمام البرلمان النمساوي، لو طلعنا على آخر استطلاع حول قبول الديمقراطية في النمسا. أهلا بك بثينة. أهلا ريم. تفضلي بثينة، أطلعينا على آخر قبول الديمقراطية في النمسا. نعم ريم، بداية نحن الآن متواجدون أمام البرلمان النمساوي، سنتحدث بداية على أن النمسا هي جمهورية ديمقراطية تنبثق أحكامها وقوانينها من الشعب، وهذا ما ينص عليه المادة الأولى من الدستور الاتحادي. وتم إلغاء البرلمان الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 3 مارس عام 1933، وأصبحت النمسا غير قادرة على مزاولة الديمقراطية أو سلطتها كدولة في 13 مارس عام 1938، وذلك لوقوعها تحت الاحتلال الألماني، وأصبحت النمسا جزءا من نظام الرايخ الثالث حتى عام 1945. وبعد إعلان استقلال النمسا في 27 من أبريل عام 1945، أصبحت أو انحصرت سياسة النمسا في رئاسة الجمهورية والبرلمان والفيدرالية. دعينا ريم نتحدث بداية عن البرلمان، هو عبارة عن المجلس الوطني والمجلس الاتحادي، وهاتان هما الهيئتان التشريعيتان اللتان يعني من صلاحيتهما سن القوانين، وفي حين اقتراح حجب الثقة بإمكان المجلس الوطني يعني إسقاط الحكومة أو القرار بتنحي بعض الأعضاء. دعينا ريم نتحدث أيضا عن آخر استطلاع أجراه معهد صورة، قال فيه أن حوالي 80% من النمساويين أو سكان النمسا كانوا مقتنعين بأن الديمقراطية هي الحكم أو هي الشكل الأمثل للحكم. في استطلاع أجراه معهد صورة في عام 2007 قال فيه بأن حوالي يعني كانت الموافقة على الديمقراطية البرلمانية كانت أقل بنسبة 62%، فيما أتت حكومة الخبراء بنسبة حوالي 49%، يعني وكانت نسبة حوالي 22%. قالوا بأنه وجود زعيم قوي أهم بكثير من الديمقراطية والانتخابات. دعينا ريم مقارنة بالاستطلاعات في عام 2007 أو آخر استطلاع أجراه صورة، قال بأن الديمقراطية فازت في الوقت الحالي بسبب زيادة الوعي بالنسبة لكثير من السكان، زادت نسبته حوالي 49%، وفي حين تراجعت أيضا حكومة الخبراء بنسبة 36%. يعني التقرير بتاعنا النهاردة يعتبر تقرير رقمي بحت يوجد به الكثير من الأرقام. دعينا ريم نتحدث أيضا أنه التصويت بين حكومة المناخ والتي تستطيع باستكمال عملها خارج البرلمان كانت نسبته حوالي 17 ل 71% لصالح الديمقراطية، فيما كانت نسبة أو الأصوات التي صوتت للديمقراطية مقارنة بالديكتاتورية كانت نسبته حوالي يعني 78% ل 11%. دعينا نتحدث أيضا عن المقارنة بين الديمقراطية البرلمانية والديمقراطية المباشرة القائمة على النموذج السويسري لصالح الأخير، كانت نسبته حوالي 63 ل 26%، فيما رفض حوالي 60 ل 80% من المستطلعين فكرة أنظمة الحكم الاستبدادية، ويعني فكرة أن الحاكم من صلاحياته هو الوحيد يعني لاتخاذ القرارات بما يخص لقرارات المحكمة وبعض التقارير الإعلامية. دعينا نتحدث عن نقطتنا، يعني ربما تكون النقطة الأخيرة، بأن معهد صورة قام بتقسيم هذه الاستطلاعات إلى أنماط سلوكية. كان النمط السائد هو يعني النمط الذي سمي بالديمقراطيين الراضين أو تسفريدين ديمقراطين، الذين بلغت نسبتهم حوالي 40%، والذين يؤيدون النموذج السويسري. كان النمط الثاني وهو النمط الاستبدادي، وكانت الديمقراطية بالنسبة لهم يعني هو ما هي إلا زعيم قوي أو حكومة عسكرية، وكانت نسبتها حوالي يعني 10%، وكانوا يصوتون لديمقراطية مؤقتة تمكنهم من الخروج من الأزمات لعامين مقبلين.
وكان من بين الأنماط الأخرى أيضا الديمقراطيين الغير راضين أو أنسفريدين الديمقراطين الذين يعني يميلون إلى حكومة الخبراء، وكانت نسبتهم حوالي 25%. وأيضا كحمالي المناخ الذين يتخطون البرلمان بأحكامهم الاستبدادية فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بحماية المناخ، كانت نسبتهم حوالي 11%. وأخيرا 14% كانت نسبتهم 14% كانت يعني من هم مناهضين للديمقراطية. يعني من بين أو عبر كل هذه الأنماط عبر حوالي 87% من المستطلعين عن سعادتهم بالحكم الديمقراطي في النمسا. دعينا نتحدث أيضا أن يعني أن هناك بعض الأزمات التي تهدد الديمقراطية. نحن وصلنا الآن لما يكفي من الوعي للإيمان بالديمقراطية، وخاصة في دولة النمسا أو جمهورية النمسا التي تعتمد يعني على الديمقراطية كشيء أساسي في حكمها. شكرا ريم. شكرا ليك بوسينة. شكرا ليك بوسينة. وننتقل يعني قبل ما ننتقل هنا لاستوديو حديث النمسا، بوسينة احب اسالك بس ايه هي اجواء فيينا عندك دلوقتي؟ يعني المواصلات، الزحمه عندك عامله ايه؟ الجو الساقعه، الجو عامل ايه عندك؟ والله ريم انا بصراحه كنت متخوفه قبل ما اجي، دايما بعاني وانا طالعه من الجو الساقعه والبرد يعني، بس الجو النهارده الحمد لله كويس الى حد ما، قدرت اتكلم يعني الحمد لله، ما فيش برد ولا ساعة ولا اي حاجة، الجو يعتبر جميل والجو هادي والمواصلات دلوقتي هادية يعني ما كانش فيه عندنا اي مشاكل خالص الحمد لله، يعني الصقيع مش موجود ونقدر نقول فعلا ان الربيع لا خالص الحمد يعني لله الربيع فعلا هو في شهر 3 خلاص